عليكم اخوان، اتمنى عاد فعل دابا بدلنا، كنتمنى التليفون يتشارجا، الكاميرا تاعي تشارجا، ونخرجوكم نزيدو نوروكم غرناطة كاملة ان شاء الله. نمشيو بلاصة سياحية اللي واعرة بزاف. المهم قبل ما تبداو الفلوق ديالنا، هو بروتا حاجه تقولوا لها ابوني، ضغطوا على الجرس، ديروا جيم، بارطاجيو صحابكم، بارطاجيو معنا باش نزيدو نطلعوا لنا ان شاء الله، ونزيدو لقدام ونوروكم اوروبا كامله ان شاء الله. المهم تخرجوا معنا كاملين بكم، نوروكم غرناطة ونوريكم زين اللي كنا غرناطة والسياحه اللي كنا غرناطة، المناطق اللي مزيانه. المهم يلا نمشيو كامل. خوتي مساء الخير عليكم، انا بقعد يعني بغيت نقولكم صباح الخير، مساء الخير عليكم. نقول الربعة اول بروغرام نبداو بيا نمشيو واحد الاثر الهامبرا، واحد الاثر اللي صنعوه يعني المغاربه ملي كانوا هنا الشهاده دي. نمشيو دابا بعد هنا بكيلومتر و200 متر نمشيو نوريكم صار كيفاش مصنوع من الداخل، الجليج مغربي وكل شيء يعني مؤثر من المغرب، مغربي حر. يلا نمشيو له كاملين بينا ونشوفو يعني اشهر مكان اللي كاين هنايا في كندا. يلا نمشيو الخوت، درنا واحد اللعبه اللي مزيانه بزاف يعني بلا ما نمشيو ندورو ونخسرو الفلوس بزاف، كبر لنا سر لرجلك يعني تمشي بلا ما يعني ما تخسروش الفلوس بزاف، احسن باش كتسالا مزيان تخسر فلوس. سريت واحد التيكيت ب 8 اورو نهار واحد كتمشي به، 12 اورو يعني كتركب يومين في الطوبيس او في التيكيت كيدورك يعني لغرناطة كاملة، ناس كيدورك لغرناطة كاملة، كيدورك المناطق السياحية كاملة. شريت هنا 12 اورو يعني ندور اليوم وندور غدا ان شاء الله. المهم تشوف انا كامل ندور وتشوف السياح اللي كيركبو تمايا، وواحد البلاصة اللي عجبتني بزاف بصراحة، جيت البارح الليل خذت لها الدروبة خط، قلت يعني كيفاش احنا في اسبانيا وفي الدروبة بعد ديور رايبين ندرو يعني ديور كارشين شويه، ولكن من فات الصباح يعني سياحيه 100% يور ادمين بزاف. ويلا نمشيو اول بارادا عندنا، نقول في بارادا اوتسو يعني بارادا 8، ويدوزنا على بارادات كاملين ان شاء الله. الدراري يشوفوك يعني بالكاميرا وديك الشيء زعما كيبغيو يبانو معاك. نبدا نطلع بزاف يعني السياح ودار صور دير اللي بغيتي، المدينة يعني مخلطة ما فيهاش اسبانيول بوحدهم، فيها الكحل فيها المغاربة بزاف، فيها بزاف ديال الناس من العالم كامل يعني الفقراء واللي عندهم فلوس كلشي هنايا كيبيع ويشري. يعني عندك شي حاجة تفرشها كتربح فيها، عندك حانوت، عندك بركة شغل مطلوق، البوليس على لي مكانش يعني البوليس بزاف لي كونترول بزاف بنادم ما عندوش الوراء وملاح بدنا وصافي. حنا غاديين يعني السياحة بالكاميرا وكلشي، والبوليس هذاك الساعة تبقى السهر ديالك وصافي. المهم يلاه نمشيو حنا قربنا نوصل. وواحد الحاجة اللي ما أعجبكمش الإخوان يعني كنشم الريحة ديال الهور، هور المغرب، حنا قرابين المغرب بزاف، المغرب بعيد علينا بشي، المهم لينا الكوزيرات وها المغرب يعني قرابين بزاف. إذا طلعتي شي بلاصة عالية كيبان لك المغرب، وأنا فرحان بزاف حيت أخيرا شميت هور المغرب كيوصلني حتى لهنايا. وبدلنا شوية الجو، كنت صباح فرحان واخا ما نعش بزاف، كتشوف شي بلايص واعرين بزاف السياحة. اخوان الزهر اللي ما عندناش اليوم هي تعطلنا، هاد الطوبوس هذاك يعني كيتسالى مع ربعة العشية،
بون يوم نضرب الباسا يوغاز انا قطعت فيه يومين يعني ركبت فيه الجمعه والسبت ان شاء الله ركبوا فيه جوج المرات يعني اكتشفوا النهار الاولاني والنهار الثاني كتعاود عاوتاني باش حتى شويه البلايص كما كتشوفوا كاينه واحد الولد هنا دايز تحت الديور وتحت بزاف الحاجات دابا خاوي ما عرفتش واش شحال اللي كان عامر ولا وصل الوقت كيخوي هو المهم دابا نسول ان شاء الله حد مين اللي يعني فرنسيه بزاف اي واحد متخرج سول النصارى واخا ما كتعرفش الجزائر اي سول وري الوراء وري اي حاجه قال له هذا من كيدوز ولا خربق معاه وصافي.